السلام عليكم. اليوم غنوجد لكم واحد الاكله جبهويه معروفين بها الناس الجبهه قديم. تيشات زامبون بالميرو. حنا غنعملوها هنايا بالراس ديال الميرو. هادشي اللي كانوا كيعملوا حتى الميرين كنتعملها. كنعملوا العطريه الابزار والسكينجبر والخرقون على حسب المقدار اللي عندكم من الحوت، وشويه د القرفه وشويه د الجوزه، من بعد غنحكها، والملح طبعا الملح ضروريه في كل شيء، ونعملو شويه د الماء هاد العطريه، شويه د الزيت بلديه، والبصله كنعملوها تتعرق باش كتطلق ديك اللوغو ديالها في الزيت. وندهنوا هذا الحوت بالتشارميله على ما تتعرق البصله. التيشه كنغسلوها حتى هي، ونعملوا لها الماء زايد باش كي ترطب. خلينا شويه الماء زايد ونخليوها كتشرب الماء باش كتجي بتجري كتبخر. هاد الميرو الجبهة معروفة بها قديم بزاف، كانوا الناس كاملين كان موجود، ماشي بحال دابا. دابا مبقاش بزاف قليل. من بعد كنعملو البصلة والزبيب والربيط، الربيع كنربطوه ونطيحوه. تيشات زامبون كنغسلوها مزيان من ديك المغسله، وكنعملو لها الماء ونخليو فيها شويه دالماء مغطيه باش كترطب. هنا شويه دالماء زايد عاد غنبقى شويه دالماء، المهم يبقى شويه دالماء عليها باش كتشرب مزيان وكترطب. هاد البصله هنايا كنعملوها تعرق، من بعد كنطيحو فيها الحوت. السمن حتى هو كنعملو شويه د السمن، شويه مع البصله، شويه في المرق د الحوت. الميرو يطيب ديما كنحاولو الجلده ديالو نخليوها هي القاعيه، لانها كتكون قاصحه بزاف. الا بقات عاليه الماء ما وصلاش كتجي قاصحه، خصها دائما تكون مغموره بالماء باش كطيب مزيان. هي ثاني ملي كتجي عند الراس ديال الميرو ولا الحوت، ديك الطروفه ديالهم الا شتي ما كيتزولكش البشره، كتكون البشره لاصقه عليه. عمل شويه ديال الماء يغلي وعمل فيها ديك الجلده باش كطلع ديك البشره، ديك البشره كتكون لاصقه. هي الجلدة ديال الميرو لذيذة بزاف، فيها جيلاتين بزاف، كتكون غليطة، ومن الأحسن تكون دائما مغمورة بالماء باش كتجي رطبة باش مكتهبش. هدا البصل غنعملو البصل والزبيب، كنعملو لوجه بحال كسكسو كيف كنعملو بحال العادة مع كسكسو. البصل بالعطرية كاملة كنعملوه يتعرق، سمينة زويتة، وكيتعرق ملي كيطيب نص طياب عاو كنزيدو له الزبيب. دابا كنسقيو التيشه، سقيناها عملنا المرق زايد باش فسكت، من بعد كنسقيو الحوت. نزيدو فوق من النار البصلة والزبيب. حنا بيدنا هاد الأكلة هادي شعال بينا وبينا، لأن الميرو مبقاش فحال كيف كان. شعال هادي، شعال هادي كان الميرو موجود بزاف في الجبهة تبارك الله، دابا قليل فيه كيخرج شي حاجة. حتى إلا كيخرج شي حاجة كيديوه موالي عاو كيمشي مواطع آخرين. أما شعيلو
ما كان لاني ديرات نادا. حنا كنا كنعومو في البحر، كنعومو في المون، وكنجبرو الميرو معلق في البواطر. كانوا البركه اللي كيصادوا الحوت الكبير، مثلا البركود بن جديد حميدو ضد، كان شي واحد عاو كيقولو صمصام. حنا كنعومو كنجبرو الميرو بالروح معلق في البواطر، كيخليوه بحال ينو في النبيره حتى كيجي الكار وكيديوه للشاون. ما كانش المواصلات، ما كانش الثلاجات. في الحقيقه قلال الحوت بزاف، ما بقاش بحال قبل. هذا الحوت هذايا، ايوا صافي، هذا هو التفصيل ديالنا اليوم. هذه هي الشهوه جبهويه تيشاب الحوت. كان ديما واحد جا، واحد المذيع في الاذاعه طنجه، وكان جا هنا وكله، وكان ديما كيهضر عليه في طنجه، وحنا كنسمعوه كنفرحوا حيت كنسمعوه كيهضر على الجبهه وعلى الميرو، على هو كلا عمره ما كلا هاد الاكله هادي، كان كلاها في دار الحاج عبد الله، الله يرحمه مساكن، الله يرحمهم كاملين هو والسيده ديالو. كان واحد الاستاذ ديالنا عبد المجيد ومراته واخاها، وكان كيجي معاها، كان ديما كيجبدها في اذاعه طنجه. ايوا السلام عليكم.